هذا السائل يسأل يقول: عند الميقات نويت الحج مفردا، وعند وصولي إلى مكة طفت بالبيت، ولكن الآن شق علي البقاء بملابس الإحرام، فهل يجوز أن أبدل النية السابقة بنية التمتع؟ نعم، هو هذا أفضل، كونك تتحول من مفرد إلى متمتع هذا أفضل، فعليك أن تكمل العمرة. أنت الآن طفت بالبيت، فعليك أن تسعى سعي العمرة وأن تقصر من رأسك، وبذلك تحل من إحرامك، فإذا صار يوم 8 تحرم بالحج، ويكون عليك فدية التمتع، لأن تذبح شاة أو تأخذ سبع بدنة أو سبع بقرة، وإذا كنت لا تستطيع الذبح فإنك تصوم 3 أيام في الحج، و7 إذا رجعت إلى بلادك إلى أهلك.